هذا أقرستي ذكريان مركويسي ستتكذب سديد الباب أو جنة هي لقاقيرة. رسولك صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول مجر قف ويسيسنا أو سفي عنه ويسيسنا كذب ضحا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قف في ذكر يا سأقري سديد الباب جنة أي الله فرع الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة دي لبعتنا طوئات أسباب الجنة دلوقلو أما عماش دي لسماء الجنة دلوقلو إن شاء الله. كيف كان وحاوري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوير ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مجر قف ويسيسنا ولكن ويسيسنا سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسي سجير وحالو بها يسيد النبي ويسي سجير إلا ويسي استيتد ما ينقب غبك سيسد معهن فيسبغ الوضوء ويسد سفي عن السقايا مركو السقا كذب ذكري عن أقلنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية سديد الباب الجنة أي الله فرع يدخل من أيها شاء كو أسيق الربو أيوه كلا حديثنا وحاسو صاري صحيح مسلم أي صو صاري حديث كلا عجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام بلال رضي الله عنه وحوير جنة كو أركي محاسا ميسا وحوير مركزتو مركي ويسيدي جبتو وويسيستا إذن ولا ليل ويسيدا أنكو دادان انتاس كريمان ويسيدا ولا ليل دنبقال وقدافا هذا ويسيستي دنبقال أي القدافا أن كنت ذال ويسدا مركز تينك جبت الويسدا أن ويسيسنو. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.